You throw a ball straight up, and it reaches a height of 20 meters above your hand before falling back down. What was the speed of the ball just after it left your hand? يبقى احنا زقينا الكرة لفوق بالمنظر ده، حذفناها لفوق، قذفناها لفوق بسرعة V1 which is unknown. وصلت لارتفاع 20 متر توقفت، يعني السرعة هنا بصفر، بس كسب بوتنشال. هنا ما كانش عنده بوتنشال بس كان عنده كاينتك انرجي. نطبق الكونزرفيشن اوف انرجي اللي هو K1 بلس U1 يساوي K2 بلس U2. مفيش أي شغل مبذول من بره، لا فورس ولا اير ريزيستنس. يبقى طبق K1 بلس U1 يساوي K2 بلس U2. K1 كانت موجودة نص ام V1 سكوير، وأنا معرفهاش كانت بكام. الام جي اتش 1 بصفر، لأن احنا من البداية أو حتى من أي مكان نعتبره بصفر، ساعة ارتفاع متر أو شيء، ولكن هي طلعت فوق المكان ده بعشرين متر، فنعتبر البداية بصفر والنهاية اللي بعشرين. نص ام في 2 سكوير، طبعا في 2 بصفر لأنه وصل لسرعة نهائية بصفر وبعدين بدأ يرجع. ام جي اتش 2 20 متر ال اتش 2، شلت الام مع بعض كنسلتهم، بقى نص بي 1 سكوير، ال اتش 1 بزيرو، السرعة النهائية بزيرو، الجي اتش ال اتش 2 بعشرين. بس ده المجهول. أقدر أجيب الـ V1 أضرب الاتنين هنا في ده، طبعا ده صفر وده صفر، وأجيب الجذر التربيعي. طلعت السرعة اللي قذفنا بها الكرة لفوق 19.8 متر بير سكند.